أصلي يثبت الإيمان وأبقى ساعتها واثق وثابت مهما كان ولا تتهز شعارك ثوابتي والأصول واقف على أرض صلبه واللي يقول صلبه واللي يقول يقول اوكي احنا القعده اللي فاتت الشريف اتكلمنا عن شهاده العهد الجديد عن العهد القديم بس هل في ايات او او حاجات بتشهد العهد الجديد عن نفسه يعني انا اقدر اقول ان اقوال يسوع اكيد يا سلطان و وإن الرسل يقولوا عن العهد القديم يبقى العهد القديم ليه سلطان، بس إيه اللي يخليني أصدق إن, إن رسائل بولس وبقية وال الرسل دي ليها سلطان؟ أنا عايز ألفت نظرك لحاجة في الأول. سؤالك ما ما, ما يشملش بس الرسائل، يشمل كلام المسيح نفسه. ليه؟ أوكي. هو إحنا عرفنا منين كلام المسيح؟ سؤال مهم برضه. بس عندي أربع أربع أنا يعني أربع شهادات مين اللي كتبهم؟ تلاميذ في الاخر الرسل يعني مش المسيح نفسه مم. فهو هو نفس السؤال على العهد الجديد كله فاللي كتب عن يعني اللي كتب يعني احنا ساعات الناس بتقول ايه اللي خلاني اصدق كلام بولس آه طب انت بتصدق كلام متى ليه انت بتصدق كلام يوحنا ليه انت بتصدق واخد بالك فالسؤال يشمل العهد الجديد كله ما يشملش بولس بس او ما يشملش الرسائل بس يشمل كل حاجه لان كلمات يسوع هو تدوين الرسل للي قالوا يسوع مم. وده في حد ذاته هم شاهدوا انه يسوع قال كده فافتحوا معايا كده مثلا انجيل يوحنا انجيل يوحنا صح 14 آه وده اللقاء قبل الصلب على طول المسيح بيتكلم مع التلاميذ وبيوعدهم انه هيبعت لهم هيرسل لهم الروح القدس آه وفي في وعد خاص للتلاميذ في الشاهد دوت بيقول كده في عدد عدد 26 واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم فالكلام اللي كتبه التلاميذ ده عرفوا يكتبوه لان اللي فكرهم بيه واللي قال لهم عليه واللي قادهم ان هم يكتبوه كان مين كان الروح القدس اه الروح القدس فكرهم بالكلام اللي قاله اللي قاله المسيح نفسه <applause> وهما كانوا فاهمين كده هما وهم بيكتبوا وهم بيوعظوا هم فاهمين ان هما مش مجرد بيقولوا كلام وخلاص ده هم ليهم سلطان ممنوح من المسيح نفسه ان هما يقولوا الكلام ده واللي خلاهم يقولوه ويفتكروه ويقولوا الكلام اللي ربنا عايز يقوله هو الروح القدس نفسه فالتلاميذ او الرسل ما كانوش مجرد بيكتبوا برضو ارائهم ده كانوا بيكتبوا كلام مين كلام الله نفسه وهم نفسهم كانوا مدركين كده ما كانوش مجرد بيكتبوا خلاص يعني مثلا أنا عايز اعرف ادله على ده يعني هل, هل حد هو بيتكلم بيقول انا بتكلم بالروح او ممتاز ده سؤال ممتاز تعالي افتح معايا كده مثلا ناخد بولس مثلا هناخد يوحنا ناخد سالونيكي الاولى اربعه احنا بنتكلم عن بولس لما كان بيقول انه انا اللي بتكلم ولا الله اللي بيتكلم ايوه اه يعني منين قالوا ان هو ده كلامنا بص هو بيتكلم عن مجيء الرب في عدد 13 بولس بيتكلم عن مجيء الرب بيقول كده ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا قلبقين الذين لا رجاء لهم لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معهم بص بقى العدد اللي جاي عدد 15 فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب ده مش مجرد أنا ده مش رأيي ده أنا بقول لك كلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إنما جاء الرب لا نسبق الراقدين فبولس بيقول إن أنا اللي بقوله ده ده كلام مين؟ ده كلام الرب ده مش بس كده بولس بيكلم برضو أهل تسالونيكي أو كنيسة تسالونيكي في الرسالة الثانية بيقول لهم لو اللي مش هيسمع الكلام اللي أنا بقوله بيعرض نفسه للتأديب الكنسي تأديب كنسي يعني ده, ده موضوع كبير انت يعني ممكن الموضوع يوصل ان انت تبقى بره الشركه. افتحوا كده معايا التسنيك الثانيه مثلا. بولس بيتكلم بسلطان عادي مش اللي هو براحتكم خدوا كلامي او ما تاخدوش انتوا حرين. بولس مش مجرد بيوعظ مش مجرد واعظ يعني ده بولس بيقول انا كلامي ده ليه سلطان ورفضه تداعياته خطيره. اصحاح ثلاثه في التسنيك الثانيه. انت قصدك انه ده زي اللي كان بيحصل في العهد القديم لما كان نبي يجي يقول حاجه للشعب بسلطان كلمة الله ممتازة 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 نفس السلطان بولس نسب لنفسه نفس السلطان وهنشوف يوحنا بعد شوية بيعمل حاجة قريبة من كده فتسانيك الثانية صح ثلاثة وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة بص بولس بيقول الكنيسة إيه اللي مش هيسمع كلامنا فسموا هذا يعني عرفوا ده مين ولا تخلطوه لكي يخجل يعني خلي بالكم اللي مش هيسمع كلامنا فنظن يوحنا قال كده برضو ما خلي ده واضح عشان يتكسف ويرجع ويتوب فده بيتكلم بسلطان تعالوا نشوف قال ايه لاهل كورنثوس كورنثوس الأولى 14 مثلا سلمون انا ممكن ميه اولى 14 لو فينا نعناع بس كويس شكرا شكرا ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه ايه؟ وصايا الرب بولس بيتكلم بوضوح بيقول اللي انا بكتبه ده ده مش مجرد رأي في القضايا خلي بولس هو بيكتب رساله كورنثوس كان بيكتب ردا على رساله يعني هو جاله اسئله من كنيسه كورنثوس من عن طريق تيتوس و... و... وقضايا ومشاكل عندهم فبقى يرد فبولس هو بيرد على القضايا ده مش مجرد رايه كخادم ده مش مجرد رايه كواعظ فبولس قال على الكلام انه دي وصايا الرب ومش بس كده ده في بطرس في نهاية حياته شهد على الرسائل بولس دي أنا كنت هسأله هل آه. كل الرسل كانوا بيتعاملوا مع رسائل بعض بنفس السلطان ده, ده, ده احنا هنشوف في كلام بطرس انه في وعي ان بولس كتب رسائل وان الكنايس عارفاها متداولة وبطرس بيقول كلام بولس ده زي كلام العهد القديم بالظبط افتحوا كده معايا الشاهد ده الشاهد مهم أوه. جدا في بطرس الثانية بطرس الثانية ثلاثة 14 لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام واحسبوا آنات ربنا خلاصا. شكرا 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 واحسبوا آنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها ايضا فده معناه ان بولس كتب ايه رسائل له رسائل له تمام بعد كده بيقول متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسره الفهم فهو بيعترف ان كلام بولس فيه حاجات صعبه مش سهله يحرفها غير العلماء وغير الثابتين بص بقى الحته اللي جايه ديت قباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم كلمه الكتب دي فاكرين لما اتكلمنا في قبل كده الكتب دي دي الحاجات الكتب الموحى بيها يعني حط فبولس بولس حط كتابات بولس رسائل بولس ففي في المساواه مع مين؟ العهد القديم. شهاده قويه جدا. اه طبعا. تعالوا بقى نشوف بولس نفسه بيشهد عن ب... عن حاجه ثانيه غير كتاباته ازاي؟ أوكي. يعني بولس بيشهد عن جزء ثاني في العهد الجديد وبيحطه في منزله ايه؟ م. في تيموثاوس الاولى خمسه. بيقول واما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامه مضاعفه ولا سيما الذين يتعبون في الكلمه والتعليم. لان الكتاب يقول كلمة الكتاب أول ما نشوف كلمة الكتاب <applause> ده ده الكتب المقدسة <applause> لأن الكتاب يقول بص أنت قلتي إيه يا ليديا ده إيه عهد قديم بوليس بقى هيعمل حاجة غريبة جدا لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا ده عهد قديم فعلا ده من سفر التثنية <applause> الجزء اللي جاي والفعل مستحق أجراته <applause> ده عهد جديد ده عهد جديد ده إنجيل لوقا يعني حط ده في مسودة آه. جاب حتة من العهد القديم وحتة من العهد الجديد وحط تايتل من بره بيقول لك إيه؟ لأن الكتاب كتاب مقدس. يقول وقال على ده قال على إنجيل لوقا إن ده إيه؟ ده كتاب ده كتاب مقدس فدي شهادة العهد الجديد عن نفسه يوحنا بقى بص كده معايا افتح إنجيل يوحنا شوفوا إحنا شفنا كذا كاتب أوه. إنجيل يوحنا صح 20 هو ده هو إحنا بنتكلم كده في السلطان الرسولي يعني اللي هو السلطان اللي الرسل أخدوه ده إحنا بنتكلم إن الكلام اللي كتبه الرسل السلطان مش 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 حاجة خاصة بيهم كأفراد يعني إن هم عندهم سلطان من نفسهم ده سلطان معطى لهم من الله عشان كده بولس قعد وقت طويل يدافع عن رسوليته فغلط يا واحد مثلا يقول المسيح لأن لو أنت رفضتي سلطان بولس يبقى كل اللي بيكتبه مرفوض يؤخذ ويرد عليه طبع. لكن لو بولس ده رسول المسيح لو بولس ده مرسل من الله فالكلام اللي بيكتبه ده ليه نفس سلطان كلمات الانبياء في العهد القديم وده كلام الله واحنا بنخضع له يعني احنا دلوقتي العقيده بتاعتنا العقيده المسيحيه ولاهوتنا المسيحي وفكرنا المسيحي بنستشهد بكلام بولس وبنوعظ يوم الحد من رسائل بولس ليه 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 بنعمل كده لان بولس ده ما كانش مجرد ده راي شخص مفكر عظيم لا ده اللي بولس بيكتبه ده ده كلام الله نفسه هو نفسه قال كده دي وصايا الرب وبطرس قال عليه كده فلو ده كلام الله فهو اللي بيحرك حياتنا في الايمان والاعمال القضيه خطيره جدا جدا إحنا بنتكلم على أهم سلطان أنت ممكن تتعامل معاه في حياتك. تعالوا نشوف يوحنا بيقول إيه. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح أوه. ابن الله. الصيغة اللي يوحنا بيكتب بيها أن ده مكتوب وأن دي كتبت، دي نفس الصيغة اللي كانت بتتقال في العهد القديم كما هو مكتوب. زي ما هو مكتوب. فيوحنا يعني مدي كلماته نفس الصبغة اللي أعطيت للعهد القديم. ده مش بس كده ده في سفر الرؤيا في اخر جزء في سفر الرؤيا يقول ايه؟ اللي هيزود على كلمات هذه النبوه او هينقص منها او هينقص اللي هيزود عليها ربنا هيزيد عليه الضربات واللي هينقص منها هيحذف اسمه من سفر الحياه. دي صيغه ما اتقالتش غير في العهد في العهد يعني حاجات في العهد القديم زي سفر التثنيه مم. ربنا كان بيحذر اللي هيزود على الكلام الشريعه هيتعاقب واللي هينقص هيتعاقب ويوحنا بينسب لكتاباته نفس السلطان ونفس القوه دي. في سؤال واكننا بنرجع لنفس النقطه كل شويه لو لو حد جه قال انا اخذت سلطان وانا بقول لكم الكلام ده والكلام ده من الله هصدقه يعني حتى لو انا حد تاني بيشهد لي ان انا كلامي ده من الله يعني احنا في الاخر اكننا بنلف وندور جوه الكتاب برضو ده بيرجعنا آه بقى للسؤال اللي انتوا بقالكم فتره بتسالوه لي كل ما نقعد مع بعض بتسالوا لي نفس السؤال ده يا عم ده دا منطق دائري مش كده؟ بنلف وندور العهد القديم بيشهد على احنا اتكلمنا في ايه من ساعه ما بدانا في الموضوع كله في, الاخر في, ده. في الكتاب يعني العهد القديم بيشهد عن نفسه عج... والعهد الجديد بيشهد, بيشهد, بيشهد عن العهد القديم والعهد القديم بيشهد على نفسه مم. فكلها احنا جوه نفس ايه؟ نفس الدايره خلوا ده للقعده الجايه شكرا <applause> يا <applause> شريف <applause>